والله يا أخويا أنا لو بيدي ما أخلي عراقي ما أخلي عراقي جوعان، لأن أنا قال لكم إياها بالتلفزيون وبهاي مناسبة يمكن ذكرني مظفر، أي حاكم عراقي مو بس اليوم عبر التاريخ لما يجوع في زمن عراقي في ظل كل هذه الخيرات ليس برجل، ليس برجل، لأنه كل هذا الخير ويجوعون العراقيين وتقولون نحن حكام تحكمون الله يساعد الشعوب اللي ما لاقية تاكل وما عتها خيرات، روحوا شوفوها شنو اللي ما عندكم، نفط ما عندكم، فوسفات ما عندكم، كبريت ما عندكم، يورانيوم ما عندكم، سيليكون ما عندكم، زجاج ما عندكم، شنو اللي ما عندكم، موقع ما عندكم، نهران ما عندكم، قياعين ما عندكم، جبال ما عندكم، اراضي سهليه ما عدكم. كل شيء عندكم بس غيره ما عندكم، شرف ما عندكم. كل مشكله العراق هاي، كل مشكله العراق هاي. هسه ما ندور على الشريف، مرات نلقي رجل شريف، هسه هذا الرجل اللي يحكم لا اريد اقول انا اعرفه ولا اريد اقول باسم الصداقه، والله خوش محمد السوداني خوش عادي، لكن قل لي اللي بظهر محمد السوداني اللي يجرون بمحمد السوداني منا ويردون يجيبونه منا ويحطون يدفعون لي قدام، هاي مشكلتنا، هاي مشكلتنا بالدوله. ولا انا يحكم العراق أو تطلعهم شهيد تقول أردستر على بنياتي، غير أحفر لي قبر وطم روحي، غير أجي للمحافظة شقه بالنص هيك هيك هاي أنزل من حلقة من حلقة وشك حلقة هشك حلقة ودوس على شلون يجوع، ليش يجوع، ليش يجوع، ليش يجوع، من شنو يجوع، وين فلوس، وين فلوس المحافظة، وين فلوس الشهداء، وين فلوس الأرامل، وين فلوس الأيتام، وين فلوس التخصيصات، وين فلوس الإعمار، وين فلوس، يعني كل شيء تبوقونه، كل شيء تبوقونه، وتطلعون بالتلفزيون تحكون عن العوائل وتحكون عن الشرف، هو تعودكم شرف، هو تعودكم شرف. الآن بس الفاضي من النفط 100 مليار و 35% تحت خط الفقر، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.